اسمع شو نقول لك، تاني غير مايك و كل سيمين ديسك وخطلع لنظام قديمة كنقيس عاوتاني غارت السين تالور غندوز عليهم واحد بواحد ما كاينش الريسك 25 عام داز فاصل الى غير لاكات ناس ونرى في جيبي خناز ما تغني ليش الديسك اللي عايشو هادي 10 سنين وبلا ما تفكرني كي كانت عاوتاني كلاشات عاوتاني البيف والمعاني بلا ما تجبد لي لساني ما بقيتش باغي والو يا الوطن صافي خليني كنعاني وزاري مشى قبل ما يقول لي اديو حشيت فكري الميدالية والبوديوم اجي تشوف تصاورهم في ماريو كنشوفهم كل صباح قبل ما كندخل الاستوديو هو كبين انو بوكالي هادي حلمة قديمة ما كنتسناكش الحمر تعطيني قيمة دوماج رضينا بالهم ولهم مرضى بينا لا باغي ناخد رزقي خاصني كارابينا ولا الشعب ماشي مساخط واخا مشاركين لك واخد عمر تلقاني مع سلاكت وخاصي قلبي بارد داكشي علاش جاو جوج كبار اجيو من طوني سنين هما كيرابي وخسارة قاع ما كنت كنسمع لهم عشراني قاع ما كنلقاهم داري ماشي هي داركم فاك احسن عشيري بيرجي ارمو قاع ما غيقدني وسام وقاع ما غتقطعو لي لسان انا حقدتني البلاد لك عاد كليام فخاطر ولاد الكاريان هادو الرجال اللي عايشين في السبالة الطاليان رجلي طوال بحال دواج فيليبس ياسكي كيفكرو في موسوعات كيلاس يصرو رجولة ماشي بالبينيز في كل اسطرة تشم الريحة ديال سيلينا غوميز موجري موقع ما كنخلي اطار قالو لي ولي فنان وغندوزوك في مسار بغيت نولي كوايري ولعاب بيا القضاء سول حاتم عموري الا رجعت خديجة للدار ميريكاني ولكن عايش في بلاد البراكين ولا البدنة واقيلا راه على وجه المساكين واوي اجيو من طوني عطيني في لنا معكاس وطور بيا الحريم وفوق راسي تياش لا انا ماشي بحال